لكن خلينا في الدوري المصري نرجع للدوري المصري الدوري زي ما حضراتكم توقف الدوري الاسبوع اللي عدى وكان بسبب منتخب مصر لكن في بعض المباريات يمكن دلوقتي بي في بعض مباريات الكاس كاس مصر لدور ال 32 بعض النتائج الموجوده لكن خلينا لو فريق الاعداد جاهز عايزين نتكلم كمان عن الدوري لان الدوري كمان زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي بينتظروا مباريات كثيره جدا جدا ده ترتيب الدوري المصري قدام حضراتكم هو لغايه اللحظه اللي بتكلم حضراتكم فيها مش حاضر اقول يعني انا مش قادر اقول الاسبوع الكام <applause> انا عن نفسي ما اعرفش الاسبوع الكام من الدوري لكن على مستوى ترتيب الجدول بيراميدز في الصداره ب 53 نقطه بعد 22 مباراه المصري البورسعيدي 24 مباراه ب 39 نقطه زد في المركز الثالث ب 37 نقطة بعد 23 مباراة ام بي 24 مباراة ب 36 نقطة الاتحاد السكندري بعد 25 مباراة 36 نقطة سموحة بعد 23 مباراة ب 35 نقطة سيراميكا كليوباترا بعد 23 مباراة 34 نقطة النادي الاهلي بعد 15 مباراة عنده 33 نقطة طلع الجيش بعد 23 مباراة 33 نقطة مودرن فيوتشر بعد 22 مباراة 32 نقطة، الجونة بعد 24 مباراة 30 نقطة، الزمالك بعد 17 مباراة ب 28 نقطة، آه الإسماعيلي بعد 25 مباراة ب 27 نقطة، البنك الأهلي 25 مباراة ب 23 نقطة، بلدية المحلة 24 مباراة 22 نقطة، فاركو 23 مباراة 21 نقطة، المقاولون العرب 23 مباراه 16 نقطه واخيرا الداخليه 24 مباراه ب 15 نقطه نشوف هدافي او قائمه هدافي الدوري لغايه دلوقتي الموجودين اعتقد حسام اشرف مازال طبعا هو هدافي الدوري لكن هنشوف طبعا حسام اشرف لاعب بلديه المحله مازال هداف الدوري ب 12 12 هدف ما 10 عشر اهداف ياو انور تسعه آه فيستون مايالي طبعا لاعب بيراميدز ثمان اهداف مصطفي زيكو لاعب زد بسبع اهداف احمد بالحاج لاعب كليوباترا بسبع اهداف الحقيقه يعني ال العدد عدد الاهداف وهداف الدوري يعني الحقيقه عدد قليل يعني بتتكلم الهداف الدوري المصري اعتقد في جولات وصلت ل 22 و25 مباراه ب 12 هدف ثم سبعه ثم ثمانيه ما زالت ما زالت عمليه عمليه التهديف في الدوري المصري محتاجه شويه او هداف الدوري المصري خلينا نتكلم على مستوى الهدافين محتاجين محتاجين الارقام الكبيره حضراتكم بتتفرجوا على البريمير ليج مع طبعا احترامي الفرق الكبير ما بين الليفل لكن هتلاقي هداف الدوري بيتكلم ومستويات عاليه جدا بتتكلم في 27 و30 و35 في بعض الاحيان هدف في بطوله قويه جدا لكن يعني هو ده الدوري المصري ما زال هناك الكثير والكثير ان احنا يجب علينا ان احنا على حتى المستوى الفني لازم يتدرج ويكون الافضل وي